الدب والرجلان ذات يوم خرج رجلان في رحله الى الغابه شاهدا دبا قادما من بعيد فخافا منه خوفا شديدا اسرع احد الرجلين وتسلق اقرب شجره اما الرجل الثاني فكان بطيئا ونادى صاحبه قائلا ارجوك ساعدني لكن صاحبه لم يلتفت اليه وقف الثاني قلقا وقال في نفسه ماذا افعل اذا حاولت الهرب فقد يراني الدب ياكلني لذلك ساستلقي على الارض بلا حراك اقترب الدب واخذ يدور حول الرجل واخيرا ابتعد عنه ورحل نزل الرجل الذي كان في اعلى الشجره وقال لصاحبه اقترب منك الدب وما اذاك فهل قال لك شيئا فاجابه صاحبه قال لي لا تصاحب هذا الرجل الذي لا يفكر الا بنفسه اقرا ذات يوم خرج رجلان في رحله الى الغابه شاهدا دبا فخافا خوفا شديدا تسلق احد الرجلين شجره واستلقى الثاني على الارض